تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1445 هجرية هذا نصها يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم الكريم أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1445 هجرية والتي تعد فرصة للاعتزاز بالسيرة العطرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقيم الاسلام في الوسطية والاعتدال. وهي ولله الحمد قيم بفضل رؤى جلالتكم رعاكم الله ترسخت كنهج قويم لمملكة البحرين التي تستمد نهجها من الشريعة الاسلامية السمحاء. سيدي صاحب الجلالة ان مملكة البحرين تحت قيادتكم ووفق رؤى جلالتكم أيدكم الله تواصل رسالتها النبيله في نشر وترسيخ قيم ومبادئ الدين الاسلامي التي بعث بها رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والتسليم في نشر التعايش والتسامح والاحترام المتبادل وتعزيز الاخوه الانسانيه حتى اصبحت ايقونه ومنطلقا لمبادرات السلام والتعايش نسال المولى عز وجل ان يديم عليكم وفور الصحه والسعاده وطول العمر ويعيد هذه المناسبه على جلالتكم ومملكه البحرين وابنائها الكرام وعلى الامتين العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات وان يعم الخير والسلام على العالم اجمع